وعنا في هذه الساعة المباركة نتوسل إليه بحق هذه الكفوف وبهذه الصبيان وبهذه الشياب، ونتوسل إليه سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يحفظنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يبارك فينا جميعا. اللهم اجعلنا من عباده الصالحين، ولا اجعلنا من القانطين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اليوم احنا إن شاء الله في هذا الحفل إن شاء الله نتضرع الله عز وجل باش يمطر علينا إن شاء الله بالخير، إن شاء الله الطلبة كاملة نتمنى من الله عز وجل يتقبل الدعاء ديالنا. الله عز وجل كيقول في الآية: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الغفور الرحيم. اليوم نهضروا ندعيوا الله تصب الشاء وهادي، والسلام عليكم. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا. اللهم يا ربي اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريئا غدقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إنما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سمعت سيدي؟ علاش كنقلبوا الجلابه؟ هذا الشيء اللي سولتنا عليه تقريبا الجلابه، انما هو ان بذنوبنا خصنا نعترفوا بالذنوب ديالنا، بانما واحد الحوايج ديال نقلبوه على الذنوب، والسنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. سمعت سيدي؟ هي سنه من الاعتراف بالذنوب ديالنا خصنا نقلبوا حتى الحوايج ديالنا، لان كل شيء موسخ، ولكن الا قلبنا الحوايج كنعترف بالذنوب ديالنا، وربي هو السميع البصير الخبير العالم القدير. سمعت سيدي؟ وهذا هو السنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلنا وعسى ان يرحمنا.